هي متعة الاستماع وهي أيضا الصباح الجميل معكم. شكرا لكم على تفاعلاتكم وعلى اختياركم هذه الموجات. معكم أنتم مش نستقبلوا ضيف ويكون حديثنا صحة في إطار أكتوبر الوردي. صحة دائمة في صحة دائما نقولوا يوم سعيد سي محمد الدعاجي رئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. أهلا وسهلا بيك، نهارك زين. صباح خير لله، نفر بيك. اليوم في إطار مواكبتنا القطار وردي ينطلق نحو جهات الجمهورية للتقصي وأيضا للتوعية حول الوقاية من سرطان الثدي. كيفاش تقدمنا القطار الوردي هذية وين مش تكون الجولة متاعو سي محمد؟ والله هذه عادة استنس بها الديوان توا رابعة سنة والخامس مرحلة نعملوها، خاطر العملوه لعملنا مرتين. دونك كل سنة نعملو نختار منطقة وزوج مناطق ونمشيو لهم في شهر أكتوبر. سنة عملنا مشينا سليانة وزوان، سنة اخترنا نمشيو لولاية سيدي بوزيد ولاية قصة، وبالتحديد احنا كي نمشيو نحاولو ديما نمشيو المناطق اللي نعيش معناها لو سنتر دو غوفرنورا، معناها نحاولو نشوفو مناطق معتمديات بعد شوية على الولاية بيدا، معناها وسط البداية. سنة القطار خرج معناها الرابعة من محطة برشلونة بإطارات وأعوان الديوان وشركائنا، واتجه في سميتو توا يخرط معناها في آخر تقريبا العشرة المزونة، في وقف المزونة مدة ساعة ونص تقريبا، بعد يمشي المكنسي من ديما ولاية سي بوزيد ويكمل العشية المحطة الثالثة. خد كل يوم فما ثلاثة محطات، المحطة الثالثة في منزل بوزيان بولاية هذا اليوم اليوم الأول. بالنسبة للناس اللي تسمع فينا وحبوا يستفادوا من الخدمات اللي مش يقدمها القطار الوردي هذا في يومه الأول في ولاية سيدي بوزيد بين المزونة والمكنيسي ومنزل بوزيان، وين يمشي؟ لمحطة القطار بيدو؟ يمشي لمحطة احنا مؤترينو، دونك نوصلوا للترينو في قطاع وهم بالأورة ومتبيعت احنا نحضروها الاكسيون هذه نحضروها مقبل. دونك فما اتصال صار في المناطق هذيك، فما توعية وعلقنا حتى دي زفيش في العباد في بالهم، لكن مهم انه اللي يسمعوا فينا يعرفوا انه في محطة القطار في القاء، وحتى قبل ما يخلط المحطة ويخلط تقريبا نعطيك الاوقات، العشرة في مزونة، نص نهار في مكنيسي، وماضي ثلاثة في مزبوزين، لكن قبل الوقت هذاك في القاء والفرقة بدانا موجودة، خاطر احنا نبداو التوعية بل القطار. فما برشا حصص كثير تاع تثقيف وتاع توعية، حتى تاع معناها ديبيستاج السكر، نقيسو الدم، الواحد لالة ماما تنحكيو على الرضاعة الطبيعية، ومن بعد يخلط القطار. القطار فيه أطباء شركائنا وفيه قابلات وفيه آلات، معناها فما لاباري ديكوغرافي، الواحد ديجنوستيك تصوير بالأشعة وكل المعدات اللازمة، ديكوغرافي موجودة، وفما التكنيسيتي، معناها فما القابلات نتاعنا فيها عدي وعدي. دونك الحالات اللي يراوهم الفريق يطلعوهم للقطار مدة ساعة ونص يكون ثم دونك العيادة هذه، والحالات اللي الله لا يقدر تظهرنا مشتبهة أو متقلقنا شوية، ثم تصرف نقوموا معها، معناها في نحاول نعطيهم كيف يعملوا بعد ماموغرافي مع المستشفيات. احنا تعرف هذه التظاهرة تحت إشراف وزارة الصحة، دونك معانا الإدارات الجهوية، دونك الحالات اللي نلقاوهم ثم البروتوكول في ناخذوهم بالذمة، نعرفوا نتم متابعتهم. هذا بالنسبة لليوم سيدي بوزيد. اليوم الثاني اللي هو غدوة إن شاء الله يخلصوا دونك القصة يرتاحوا، وغدوة يبداو على بكري في 8:30 في محطة المتلوي، 11 في محطة جنوس، ومع مضي 2:30 في محطة السند. جماعة قصة يعرفوا المحطات هذوما كيف كيف، في كل محطة تقريبا نقعدوا بين 1:30 ساعة احنا والحالات، خطر يجينا برشا لكن مش كلهم في طرف الترين، وكما يقولوا فما حالات احنا نعرفوا كيف نعرفوا الحالات اللي لازمها تصير لها فحص بالصداء ولا فحص مدفق
اكثر، وحتى الترين وهذا هي مجهز معناها افيك دي افيك دي تابل ديكزاما وكل شيء. معناها هذه كوم الخامس مره متعودين الفريق بتاعنا بالاسلوب هذا. دونك يعطيكم الصحه. نهارين مش تتنقلوا فيهم بين المحطات اللي قلنا عليهم، يشارك في تنظيم التظاهرة هذه الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بالطبيعة، بما أننا نحكيو على القطار، الصندوق الوطني للتأمين على المرض، كلية الطب بتونس، الجمعية التونسية للطب وأمراض النساء والتوليد، الجمعية التونسية للوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا، وفرع تونس من معهد صالح عزيز للأمراض السرطانية، وقسم طب التصوير بالمستشفى الجهوي ببن عروس، إضافة للإدارات الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري في سيدي بوزيد وقفصة. حبيت نحييهم الكل على مجهوداتهم، ونشكرك أنت أستاذ محمد الدعاجي الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. يهون الليل وصار الليل.